كذلك لو واحد يبيع سلاح بالفتنة، فتنة قائمة بين المسلمين ويصير قتال، وهذا فرصة تجار الحرب، هذا وقتهم. فيأتي يبيع السلاح، لماذا تبيع السلاح؟ قال أنا تاجر ما لي شغل. هو يبي سلاح ومسموح قانونا، لكن سيقتل فيه به مسلما. قال مشكلته مو مشكلتي. لا، مشكلتك أنت أيضا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك لا يجوز أن يبيع السلاح في الفتنة أو لمن يعلم أنه سيقتل به أحدا، كذلك لا يجوز أن يبيعه هذا السلاح.